الاخوان والشباب اللي عندنا والناس اللي يجونا هم حريصين على بلدهم. انا ما يعجبني الانسان اللي يوافق على كل شيء ولكن لما الواحد يجاملك يعني ما يحترمك. اما الانسان اللي بيجيك ها وبينصحك وبيقول لك هذا خطاك هذا من محبته لك ولا شو يريد منكم؟ فلجل هذا تشوف يعني نقاش عندنا كل يوم نتناقش ونشوف الاراء والانسان يخطا. انا تعلمت ان الضابط الكبير والقائد ياخذ الفكره من جندي بسيط. يعني اذا يقول لك كذا شو رايكم يا جنود في هالفكره؟ يطلع لك جندي بسيط يقول لك لا يا سيدي الفكره الثانيه هذه اخير. بالفعل القائد ياخذ بها اذا راها ان هي صحيحه. ف الانتقاد هو شيء صحي بالنسبه لنا نحن وكل يوم. نحن شيخ مكتوم، شيخ زايد الكلام دائما ويسال هو. يعني الشيخ زايد اجينا في مجالس هو كذلك يسالنا شو رايكم في كذا شو رايك؟ ومش دائما نوافق على كل ما يقول الانسان. فالواحد يقول انا اذا جاني الانسان وعاتب علي او ينتقد في موضوع انا احترمه لان هذا من حرصه علي وعلى البلد على بلده.